السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي مشروع وعايز اظبط النقط بتاعتي في الاكس والواي زي ما انا عايز، طيب لو انا جيت هنا في السايت هلاقي عندي هنا النقطة بتاعت البروجكت بيس بوينت، والاقي برضو عندي هنا النقطة بتاعت السيرفي بوينت. طيب لو انا عايز اظهره هنا في ليفل 1 هقول له في في، وهقول له سايت، وأعلم على السايت، وأعلم على النقطتين أو نقطة واحدة لو أنا عايز نقطة واحدة بالشكل دوت. طيب لو أنا عايز أعلم على اللي تحت هدوس تاب وتبدأ تظهر معايا بالشكل دوت. طيب خلينا ندخل لوحة أوتوكاد وهنشوف إزاي نعدل الإكس والواي زي ما إحنا عايزين. هروح لقائمة إنسيرت وأقول له لينك كاد، وأنا عايز أروح للفولدر وليكن مثلا دوت، وممكن تقول له مثلا باي شيرد كوردينيت لو انا عندي اكثر من مبنى وعايز كل مبنى يجي في المكان بتاعه، كارنت فيو اونلي لو انا عايزه في الفيو ده بس ما يظهرش في اي فيو تاني، ولو انا عارف ده بالمليمتر او بالمتر بقول له انا عايز في انهي واحده فيهم. طيب هقول له اوبن، فبيبدا يدخل الملف اهو ويعمله لينك. لو حصل اي تعديل في الاوتوكاد التعديل ده هيظهر عندي هنا في الريفت. طيب الملف كده دخل معايا اهوت، هو للاسف ملف ضخم شويه، مشروع كبير، فهبدا اعمل سيلكت على النقطه الاولانيه بتاعتي دي البروجكت بيس بوينت، دي خاصه بالمبنى اللي احنا شغالين فيه، فممكن ننقله ونحطه في اي مكان. مثلا انا شغال في المبنى دوت وهي دي نقطة 00 بتاعتي، فأنا حطيتها دي خاصة بالمبنى دوت. طيب السيرفي اهوت، طيب ممكن أقول له اقفل ديت وهنقله، هعتبر النقطة 00 بتاعتي للمشروع ككل اللي أنا هبدأ منها وهنسب ليها الباقي اللي هي النقطة دي. طيب هاجي هنا بقى لقائمة مانش، ودي القائمة الأساسية اللي من خلالها نقدر نحدد النقاط بتاعتنا. في هروح للكوردينيشن واقول له سبيسيفاي كوردينيشن اند بوينت، واروح محدد النقطه الصغيره ديت بالظبط، فيبدا يظهر لي بقى يقول لي اكتب لي النقطه فعلا اللي موجوده عندك حسب المخطط احنا شغالين فين، فبتاخد النقط دي من المساح وموجوده في لوحه الاوتوكاد لازم هتلاقي النقط ديت. تمام، فهقول له مثلا والاليفيشن بتاعك والانجل الزاويه، تمام، ودي في الايست ولا في الويست، واقول له اوكي. فلما هتيجي هنا هتلاقي النقط اللي احنا لسه مدخلينها، فاروح شايل العلامه من هنا واروح مثبته بحيث ان هو ما يتحركش بالغلط، تمام، فانا كده ثبته. طيب لما اجي ادخل اي لوحه اوتوكاد تانيه لازم وانا بقول له انسيرت اروح للينك كاد، وبعد كده كل الشغل بتاعي ما دام خلاص احنا ظبطنا موضوع الشيرد هيبقى باي شيرد كوردينيت، وساعتها المبنى مثلا لو انا بدخل المبنى ده هيجي في النقطه دي، لو هو مثلا الجزء ده هيدخل الجزء دوت وهكذا. فلو انا عندي كذا مبنى في المشروع كل واحد فيهم هينزل فيه النقطه بتاعته، ولو انا حملته على اي برنامج مبرمج الخرائط زي الارك جي اي اس او كيو جي اي اس او اي برنامج خلاص هو مرتبط بيه، يعني لو دخلته على الحاجات بتاع جوجل زي جوجل مابس او جوجل ايرث هينزل فيه النقطة بتاعه بالثري دي بتاعه. تمام، فهي دي حل السؤال المكرر ازاي نبدأ المشروع ونحدد النقطة الكوردينيشن بتاعتنا.